نتكلم عن التفاصيل فعلا، بنحاول نخليكم تشوفوا بعين مختلفة تماما عن ما تم استعراضه من قبل حتى خلال الأرقام العامة للمباراة. رمضان صبحي تطور ملحوظ، رمضان صبحي لأول مرة في تاريخه بيوصل للأرقام التهديفية دي. عايزين نقارن بين رمضان في الدور الثاني بعد انضمامه للأهلي موسم 2018-2019 و2019-2020. شارك في 18 مباراة الموسم الماضي في الدوري، بس احنا بنتكلم هنا على الدوري، ساهم في 5 أهداف، سجل هدفين، صنع 3، ليه 20 محاولة على المرمى في 18 مباراة، محاولات ناجحة 9 محاولات في إجمالي الدور الثاني اللي خاضه مع الأهلي، دقة تمريره 78% ل 57 مراوغة ناجحة. طب رمضان صبحي الدوري ده عمل ايه في الخمس مباريات؟ ساهم في 5 اهداف وهو نفس عدد مساهمته في الاهداف على مدار الموسم اللي فات في الدور الثاني، سجل 4 اهداف والاول مره في تاريخه بيوصل للرقم ده في الدوري خلال عدد المباريات، صنع هدف، محاولاته على المرمى 14 محاوله في 5 مباريات فقط مقارنه ب 20 محاوله، محاولاته الناجحه هي 9 محاولات، وده بقى الرقم الاهم هنا، ده الرقم المفصلي اللي محتاجين نقف عنده. مش فكرة عدد المحاولات بس، هي فكرة دقة المحاولات اون تارجت. 9 محاولات خلال 5 مباريات اون تارجت، 9 محاولات خلال 18 مباراة اون تارجت. حتى دقة التمرير في فلسفة فايلر الكاملة أدت إلى دقة التمرير تبقى أعلى، مراوغات ناجحة لو حسبنا عدد المباريات وعدد الدقائق تقريبا هيبقى نفس العدد، لأن دي الحاجة اللي لها علاقة بطبيعة أداء رمضان صبحي. هنا دي أرقام رمضان صبحي، ولكن حابب أقول لكم حاجة مختلفة ولازم نعرفها. ديفيد سايسا المساعد اللي موجود مع فايلر وكان جناح سابق في نابولي له دور كبير جدا في تطوير رمضان صبحي. رمضان صبحي فكرة رؤيته في الملعب، تحركاته، استلام الكرة وهو دايما بيفكر يلعب اون تارجت، كل دي حاجات تغيرت في رمضان. واللي عايزين نقوله ان النادي الاهلي الان عنده 3 اجنحة يصنفوا من ضمن افضل 5 اجنحة في مصر، باستثناء 2 محترفين محمد صلاح وتريزيجيه، انت عندك رمضان صبحي وحسين الشحات والان كهربا. دور واضح لفايلر في تطوير اللاعب. مش بنكلمكم في عالم مثالي، مش بنكلمكم ان كل الامور مثاليه، اكيد طبعا لو فكرنا بالشكل ده هتبقى بدايه الفشل، ولكن الى الان الارقام تعكس نجاح فايلر، ونتمنى ان بعض السلبيات يتم تداركها يعني.